صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من مقر جريدة اليوم السابع، هنطلعكم على أبرز الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. ولكن خلينا قبل ما نروح لأخبارنا نفكركم بمباريات اليوم واللي هيكون على رأسها يمكن مباريات أوروبية في دوري الأسباني بالأسبوع ال 18. ليفانتي هيواجه إيبار الساعة 3 عصرا، وقادش هيواجه ديبورتيف ألافيس الساعة 5:15، وإلتشي هيواجه ختافي الساعة 7:30، وبلد الوليد هيواجه فالنسيا الساعة 10. أما بقى الدوري الإيطالي في الأسبوع ال 17 هيكون المباراة الأبرز والأهم النهاردة، روما هيواجه إنتر ميلان الساعة 1:30، وفيرونا هيواجه كروتوني الساعة 4 مساء، والساعة 4 مساء أيضا أودونيزي هيواجه نابولي، وبارما هيواجه لاتسيو، فيرونتينا ضد كالياري هيكون الساعة 7، ويوفنتوس هيواجه ساسولو الساعة 10 إلا ربع. اما بقى كاس الاتحاد الانجليزي، تشيلسي هيواجه موركامب الساعة 3:30، ومانشستر سيتي هيواجه برمنغهام سيتي الساعة 3:30 عصرا، ومارين هيواجه توتنهام الساعة 7 مساء. ونروح بقى لأول أخبارنا من موقع يلا كورة، اتحاد الكرة لن نلغي الفار وهناك تطبيق أفضل والدوري سينتهي 30 سبتمبر. قال أو أكد أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا يوجد نية لإلغاء تقنية الحكم المساعد في الموسم الحالي، ولكن يمكن اللجنة الثلاثية اللي طبعا زي ما احنا عارفين استلمت أعمالها بعد ما يعني انتهى عمل اللجنة الخماسية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قال عوض أنه اللجنة الثلاثية طلبت من الأندية تكلف يعني تحمل بعض من تكلفة تقنية الفار في الفترة القادمة. كمان أكد عوض أنه لا نية لإلغاء تقنية الفيديو، وأنه الدوري إن شاء الله هيكون منتهي قبل 30 سبتمبر المقبل. ومن موقع اليوم السابع، استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل افتتاح كأس العالم لليد بمصر. أنهى رجال الأمن استعداداتهم لحفل افتتاح طبعا الحدث الأبرز في مصر في الأيام المقبلة، واللي إن شاء الله من المقرر يعني إقامته في الأربعاء المقبل، وافتتاح مونديال العالم اليد، وتتجه أنظار العالم كله لمصر اللي بتنظم البطولة في ظروف صعبة جدا طبعا زي ما احنا عارفين في وسط انتشار فيروس كورونا أو تخوفات انتشار فيروس كورونا في العالم كله. رجال الأمن قالوا في تقرير اليوم السابع أن عندهم عديد من السيناريوهات اللي هيكون موجودة لتأمين البطولة سواء على المستوى الأمني وكمان على المستوى الطبي. أما بقى السيد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وعضو ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، قال أنه جميع الحاضرين لحفل الافتتاح هيكونوا في الفقاعة الطبية بشكل مبكر جدا، يعني لحفاظ على وإجراء طبعا الحجر الصحي عليهم لضمان طبعا سلامتهم الصحية. ومن موقع كورة، الإسماعيلي يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل موقعة الرجاء. يمكن أعلن الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي عن سلبية جميع أفراد البعثة الموجودة طبعا حاليا في المغرب، واللي هتخوض إن شاء الله غدا مباراة الرجاء في إياب دور الأربعة بالبطولة العربية. يمكن حساب رسمي الإسماعيلي زي ما قلنا أعلن سلبية نتيجة كورونا على جميع أفراد البعثة. كمان يمكن الفريق اتدرب أمس في أولى تدريباته وسط أمطار غزيرة جدا في الملعب الفرعي باستاد مراكش الكبير. ومن موقع سكاي نيوز ونجمنا المصري محمد صلاح، يمكن صورة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، محمد صلاح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة. نشر النجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونجم فريق ليفربول صورة يعني يمكن أثارت تفاعل كبير لمتابعيه وعشاق اللاعب سواء في مصر والعالم اجمع، بعد ما يعني يمكن نشر صورته مستعرضا عضلاته في احدى صالات الجيم. كمان خلينا نفكركم ان محمد
يمكن تواردت أنباء كتيرة جدا عن اقتراب رحيله من فريق ليفربول في الفترة القادمة، وده طبعا بعد 4 أعوام من النجاحات المستمرة لنجمنا المصري واللي كان على رأسها يعني تحقيق البطولة طبعا الغائبة عن فريق ليفربول وقلعة أنفيلد 30 عام، وهي طبعا الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا. واما بقى على المستوى الشخصي كمان طبعا محمد صلاح نجمنا هو الحاصل على لقب هداف البريمير ليج يعني لسنتين متتاليتين. واخيرا واخر اخبارنا من موقع روسيا اليوم، كاس انجلترا ارسنال ومانشستر يونايتد الى الدور الرابع. تأهل أرسنال ومانشستر يونايتد إلى الدور الرابع في بطولة كأس إنجلترا بعد ما تغلبوا على نيوكاسل وواتفورد. يمكن أرسنال تغلب على نيوكاسل بهدفين دون رد، ومانشستر يونايتد تغلب على واتفورد بهدف دون رد، وطبعا ده كان في الدور الثالث في المباراة اللي أقيمت ما بين الاثنين أمس. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو.